يشكو الليبيون من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بشكل كبير في الأيام الأولى من شهر رمضان، وذلك خلال شرائهم لاحتياجاتهم في عدد من الأسواق في العاصمة طرابلس. بصفة عامة أسعار المنتجات في ارتفاع بدأ في شهر رمضان الكريم، فلاحظنا في بعض المنتجات الغذائية أن أسعارها تضاعف أكثر من في النصف، أكثر من النصف تضاعف في رمضان، مش عارف ليش. لكن بعض المتسوقين قالوا إنهم لا يشعرون بقلق إزاء ارتفاع الأسعار. بشكل عام الأسعار تعتبر متقاربة من السنوات اللي فاتت، حتى ولو كان في ارتفاع ارتفاع طفيف يعني مش كبير جدا، نتيجة الخلل الأمني أو نتيجة ارتفاع أسعار العملات الصعبة. وامتلأت المتاجر الكبيرة بمئات الأسر مع وقوف الناس في طوابير لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية. وكانت الأوضاع الأمنية في ليبيا قد شهدت تدهورا بشكل ملحوظ منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011. وانتخب الليبيون الأسبوع الماضي برلمانا جديدا في تصويت شهد إقبالا ضعيفا وبعض أعمال العنف. خالد حسين، رويترز.